الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم، وبلغ مولانا رسوله المصطفى الصادق الأمين، وهو أصدق القائلين ومصدق المصدقين، ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد عبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وحمزة والعباس وجعفر وعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة والسائر أمهات المؤمنين. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم نور به قلوبنا وقبورنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، ووفقنا لما فيه رضاك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وقاعدنا إلى الجنة، ولا تجعله خلفنا سائقنا الى النار. اللهم اجعل القران العظيم شافعا مشفعا فينا، ولا تجعله ماحلا مصدقا فينا. اللهم اجعله لنا ولا تجعله علينا. اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا، ولا تجعل لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عصيا إلا عصمته، ولا فاسدا إلا أصلحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها بيسر منك وعافية، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك. اللهم ما قضيت به علينا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان،
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا ربنا يا خالق العوالم حل بيننا وبين كل ظالم. يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاقسم بقهر من علينا جسرا. يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة وحرج. وامدد علينا من حماك الأمنع سرادقا من حل فيه يمنع. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا في كنفك الذي لا يرام وجعلنا في جوارك الذي لا يخفر ولا يضام. اللهم إنا ندرأ بك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنك علم بأعدائنا وكبيرك ولجنك وإبك نصيرا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا حاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطائعنا وعاصينا. اللهم اغفر لنا أجمعين وتولنا مسلمين احشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واكفنا ما أهمنا وما نبهمنا من أمور الدنيا والدين وكف عنا أيدي المعتدين ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.